mate. واش الجرح يقدر يبرى؟ واش الجرح يقدر يبرى ويكون ضوه هدرة على الهموم؟ نلقي نظرة والعين العين حاجبها هدرة، العزارة الهدارة، سوق الكلام قصارة، صورة الغرب والنصارى حلم ماشي دسارة. الجرح عميق وغارق على الوراق مشانق، والمشانق في حومة مدلية، لسون يدين محنية، الخواطر مهانية، وبالهضرة احلام بانية. واش الجرح يقدر يبرى؟ نجربوا الدواء بالهضرة. القضية دي الخافنجي شفانجي اردوغان وميريكان والملك سلمان علام علام خبيث، صفحة الجريمة هدف، والمعقول فينا هو؟ تا واحد ما بقاش عارف المعقول فين كاين. الإعلام ولا ملبوس، والسلام ولا مهووس، والإنسان ولا مقيوس. إيه يا دنيا في ديني، حكمة انتي علميني، نعبد ونتمسك بديني حتى حاجة ما تغويني. الله الله يا أمي زهرة. القلب القلب طاب وهراب المحاين والقهرة. إذا كانت الدواء بالهضرة غادي نجربوه، وإذا كانت النظرة إذا كانت نظرة العين مات على الحاجب، شفنا وعشنا وعرفنا، بركة علينا، بركة علينا من الكذوب والحروب والنهب والقتل. اللي درنا يقيننا في الله ربحنا الدنيا وما فيها. صريق دوك اللي وجدوك فين اهل الزرود والمرايقيق؟ اه يا القصريق ويا الفتي ويا قريعتي ويا الفتي ويا قريعتي. ما لهذا ما بغى يهدق، ما الاخر ما بغى يهدق، فين غادين بهذا الزردق؟ يا المرايقيق. وانا راني مشيت وانا راني مشيت البطولة ديالي رجاوية، وكنلعب كورة عصرية وسط التيران كندور الكواري. تن تن دلين 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 دلين. عندي فرقة ويا سيادي واش من فرقة؟ وسط التيران الكورة تدور دقة دقة. فرقة اللي قبضتها نعطيها سحقة، وانا راني مشيت وانا راني مشيت البطولة ديالي رجاوية، وكنلعب كورة عصرية وسط التيران كندور الكواري.
ورجاوي يا بابا رجاوي يا سيدي رجاوي، واروح حوال الرجا تفرج فيها، تشوف الكورة والفراجة اللي ولات فيها، والجماهير كلها ولات كتبغيها، والبطولة ديالها مبروك عليها. وبابا رجاوي ساعة شويه يوليو نقصوها، ولينا واحلين مع هذا الوقت هذه، ما بقيناش عارفين شنو غنديروا مع هذا الوقت. نعم سيدي، انا خويا ما خدامش، ما خدام ما خدامش، كندبر يعني كنبنكش كما تيقولوا. تبارك الله وصلنا بيرا 50 عام. لا هو 50 عام راه نص قرن سيدي، ونص قرن اللي كتضرب لي الحساب انت ديالك وصلتي نص قرن وباقي كتخبط وفي المشاكل، يعني راه باقي ما وصلتيش لذاك الاستقرار، ولاني في نفس الوقت كتلقى راسك انك كتستافد. حنا دابا حنا تبارك الله عندنا في المغرب كنستافدوا، غنبقاو نستافدوا هنا ما نوصلوش. لا باقي مدرنا وليدات الحمد لله، حنا واخا بلا وليدات عايشين الحمد لله، وهي الحمد لله تنفلحوا شويه والعالم القراوي والعالم القراوي راك عارف انه عاش واحد المشاكل كثيره في السنين الأخيرة، والحمد لله بدأت تتضح الأمور بفضل سيدنا نصره الله، أنه أعطى الحقوق لذوي الحقوق ورجع لهم حقهم، وكنظن أن الأمور غتكون مزيانة منين ولاو كيقيدوا السقا ويدوزوا الناس للسقا باش يبداو يسقيو ويبداو يخدموا، وهذا أفضل اللي ربما غيرجع من هنا واحد سنين 5 سنوات ولا 6 سنوات غيرجع الفضل ديالو على المجتمع، غتولي عندنا الخضرة، غيولي عندنا كل شيء موجود، وحتى المواطن هذاك شي خويا أمر الله، راه عدالة ضربت راه ضربت من عند الله سبحانه وتعالى، باش بنادم شوية توقد راه الرعد تيسبح، وراه لا ضربت لا ضرب الرعد وسبح الرعد، راه كاين اللي ما كيسبحش بنادم وما كيسبحش، كلشي راه تيسبح، راه بنادم اللي ما تيسبحش خصنا حنا نسبحو باش القضية تقاد. الحمد لله كاين مخطط ديال العالم ديال هادشي العالم القراوي، المخطط الأخضر اللي رجع له الفضل في البلاد، لأن كون ما كانش هاد المخطط الأخضر اللي دارو سيدنا ربما كون حنا كنتخبطو في مطيشة، كون حنا كنشربو في 500 درهم هنا في المغرب، يعني راه رجع له الفضل أنه عاونوا الناس في الكوتاكوت. ودابا حاليا راهم واقفين بجنب الفلاح، اللي خص شويه ديال الايمان وخص شويه ديال الصبر وخص شويه ديال التفكير في البلاد، لان كاين الناس اللي ما تفكروش في البلاد، كاين الناس اللي كيشدوا شي مناصب اللي كينساو انهم راهم خدامين عندهم امانه ديال هاد الارض وديال هاد البلاد، لان ربما هما راه ما غيدوموش عمرهم كامل، غيموتوا غادي يشوفوا شنو داروا شنو خلاو الجيل اللي غيجي. وهذا هو المشكل فين كيتطرح هنا، كاين اللي ما كيفكرش في الاجيال القديمه، كاين اللي كيفكر على راسو في ولادو، هذا خطا كبير. والحمد لله انا وين نستمروا في العمل، والعمل عباده اصلا، لان اي مشكل عنده باب سارود ديالو، يعني ما كاينش شي باب مسدود اللي ما عندوش السارود اللي غيتحل، لان واللي كيحل المشاكل وكتعلق بالانسان هو الانسان، لان الانسان اللي غير الطبع ديالو وغير المبادئ ديالو والتفكير ديالو وكان التوجه ديالو للخير راه غيكون الخير. يد وحده راه ما كتصفقش، لان باش نبقاو نعتمدوا على واحد الشخص بوحدو اللي غيدير لينا راه ما يمكن. كاين الناس اللي كيخدموا على السقا، كاين الناس اللي كيخدموا على البور،
وكل واحد عنده امتيازات ديالو. اللي كيخدموا في السقارهم عندهم امتياز ديالهم، واللي كيخدموا على البور ربي ما تيضيعهمش، لان حتى البور الله تيشوف فيهم انهم راه واقفين على داك الرحمه ديالو وداك المطار، والمطار هو الاساس. اييه ملي كيكون العام زين كما تيقولوا القديم كيقول قولوا العام زين، حنا ما بقيناش غنقولوا العام زين، العام راه زين، ما نقول بلا ما نقولوها، حنا زين من عند الله سبحانه وتعالى، حنا ما عندنا ما نقولوا، انما خص بنادم يولي زين. لا زين بنادم الافعال ديالو والمبادئ ديالو، راه ربما الله سبحانه وتعالى يشوف فينا بعين الرحمه. اخر كلمه هي ان الانسان كما تيقول لك شويه ربي شويه العبدو، اللي تحط في شي منصب يؤدي الواجب ديالو بامانه وصدق، ولا جمعنا كاملين على هذا الامانه والصدق ربما الله سبحانه وتعالى يشوف فينا وغادي ويرحمنا.